فتاة ترمي حمالة صدرها على الفنان العراقي سيف نبيل. من هو حبيبي وياك ما يروح غير التخاف بداك. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تظهر فيه معجبة ترمي حمالة صدرها على الفنان سيف نبيل خلال حفله في سلطنة عمان، ويظهر في المقطع معجبة تخلع ملابسها الداخلية وترميها على المسرح أثناء غناء نبيل، الأمر الذي استفز رجل الأمن والتقط حمالة الصدر وألقاها في وجهها ومنعها من الوصول إلى خشبة المسرح. ولم يلحظ المغني العراقي ما حصل، كما لم يعلق على التصرف غير الأخلاقي واكتفى بنشر مقطع فيديو من الحفل، شكر من خلاله الجمهور على تفاعلهم الكبير معه، وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي جرأة الفتاة التي ظهر وجهها في الفيديو، إذ قال حساب محمد عبد الباقي على تويتر: تقليد الغرب حتى في قلة الأدب والتجاوز، الله المستعان. وقال حساب آخر: يجب معاقبة الفتاة على التصرف غير الأخلاقي، وحسنا فعل المطرب العراقي بتجاهلها.